مشاهدينا اهلا وسهلا بكم نحن الان امام القنصليه السعوديه في اسطنبول هذه القنصليه التي اختفى فيها منذ ثمانيه ايام الكاتب السعودي جمال خاشقجي نشرت صحيفه صباح صباح اليوم في عددها الورقي صورا للخمسة عشر سعوديا الذين دخلوا الى هذه القنصليه يوم الثلاثاء الثاني من اكتوبر دخلوا اثناء وجود جمال خاشقجي وغادروها بعد دخوله بحوالي ساعتين نتج الان الى هذه الصور وهذه الاماكن تحديدا هذا الباب الذي نراه في هذه الصورة هو الباب الذي خرجت منه سيارات الخمسة عشر فردا سعوديا الذين دخلوا إلى باب القنصلية خرجوا في سيارات مثل هذه السيارات التي نشاهدها الآن معكم هذه السيارات سيارات ايضا السياره السوداء الكبيره التي نشاهدها هي سياره مطابقه للسياره التي اعلنت السلطات التركيه انها خرجت بحوزتها صناديق دبلوماسيه ربما يرجح ان جمال خاشقجي كان في هذه الصناديق طبقا لاحد المصادر الذي تحدث لوسائل الاعلام، ايضا هناك من يتحدث ايضا عن خروج ربما جمال خاشقجي بصحبه السيارات التي ذهبت الى منزل القنصل السعودي طبقا لما نقلته صحيفه صباح اليوم، اذا هذا هو الباب وهذه السيارات، نشاهد الان هذا الباب الاخر الذي دخل منه جمال خاشقجي الواحده والربع ظهرا في الصوره التي نشرتها صحيفه واشنطن بوست امس ونشرتها ايضا وسائل اعلام محليه تركيه كجزء من فيديو نشر صباح اليوم ايضا على وسائل الاعلام التركيه كيف خرج هذا الفيديو؟ مع ان السلطات السعوديه اعلنت ان كاميرات المراقبه بها لا تعمل. هذا الفيديو خرج من كاميرا مراقبه رقم واحد التي نشاهدها الان، هذه الكاميرا البيضاء على الكشك او الـ هذا المبنى الصغير الكائن بجوار مدخل القنصليه، مدخل الافراد، هذه الكاميرا تحديدا هي التي صورت هذا المقطع الذي اذاعته اليوم وسائل اعلام تركيه محليه ونقلتها عنها وسائل الاعلام الدولية ونشرناها أيضا في قناة الجزيرة مباشر صباح هذا اليوم إذا كان هذا هو الشارع أيضا الذي دخل منه جمال خاشقجي وخرجت منه السيارات كان مفتوحا في حينه ولم تكن هناك هذه المتاريس التي نشاهدها الآن هذه المتاريس كلها وضعت ثاني يوم بعد عملية الاختفاء أو في الساعات الأولى من صبيحة ثاني أول أيام الاختفاء خرجت السيارات من هنا من هذا المكان واتجهت إلى منزل القنصل السعودي هذا بيت القنصل السعودي يبعد عن هذا المكان حوالي 200 متر وسنتجه الآن إلى منزل القنصل السعودي لإعطائكم مشاهدين صورة من الواقع وصور حصرية أيضا لقناة الجزيرة مباشر من هذا المكان منزل القنصل السعودي الذي طلبت, آه الذي طلبت السلطات التركية أن تقوم بتفتيشه اليوم وتفتيش مبنى القنصلية السعودية في آن واحد وهو ما ننتظره حتى الآن دخول المحققين الاتراك الى القنصليه والى منزل القنصل ولكن قبل ذلك سنذهب الى منزل القنصل لاعطائكم صوره من هناك خلفي الان القنصليه السعوديه في اسطنبول على هذا الطريق الذي نشاهده الان مرت السيارات الدبلوماسيه السعوديه التي خرجت من هذا المبنى وصارت باتجاه منزل القنصل السعودي هذه السيارات كانت بصحبتها سياره فان سوداء مرسيدس كبيره كانت تحتوي صناديق دبلوماسيه يرجح ان هذه الصناديق كانت تحتوي على جثمان جمال خاشقجي أو كانت تحتوي على الأقل على أدوات ساهمت أو أدوات كانت تستخدم في هذه العملية التي دارت في مبنى القنصلية السعودية. نتجه الآن إلى مبنى القنصل لمتابعة المزيد. بعد حوالي 200 متر من سيرنا من القنصليه السعوديه في اسطنبول ها نحن وصلنا الى هذا الشارع الذي يقطن فيه القنصل السعودي في مدينه اسطنبول، على مقدمه الشارع القنصليه الاماراتيه في اسطنبول والمنزل بجوارها بحوالي خمس او ست مبان بجوار على يمين مبنى القنصليه الاماراتيه في اسطنبول، سنتجه الان الى هذا المبنى. بعد حوالي 250 متر من السير من القنصليه السعوديه في اسطنبول وصلنا اخيرا الى هذا المنزل، هو منزل القنصل السعودي في مدينه اسطنبول والذي طالبت السلطات التركيه من السلطات السعوديه تفتيش هذا المنزل لان هذا المنزل وصلت اليه سيارتين دبلوماسيتين يوم اختفاء جمال خاشقجي، السياره الكبيره مثل هذه السياره التي نشاهدها الان كانت تحمل وتحتوي على صناديق دبلوماسيه يرجح بحسب الروايه التركيه ان هذه الصناديق كانت تحتوي على جثمان جمال خاشقجي او على الاقل كانت تحتوي على مواد استخدمت في تعذيب وايضا قتل جمال خاشقجي، كما نشاهد هذا الجراج الموجود اسفل هذا العقار، ربما دخلت فيه السيارتين الدبلوماسيتين يوم الثلاثاء الثاني من اكتوبر حوالي الساعه الرابعه الرابعه عصرا و مكثت هاتين السيارتين بمحتوياتها وبشخوصها داخل هذا المكان حوالي ساعتين ومن ثم هربت إلى مطار إسطنبول بكل من فيها هذه المجموعة التي كانت هنا هي أيضا ضمن المتهمين في لائحة الادعاء التي قدمتها السلطات التركية وأعلنتها أو لم تعلنها حتى الآن رسميا ولكنها سربتها إلى وسائل الإعلام تركيا اذا هذا هو منزل القنصل السعودي الذي تنتظر السلطات التركيه السماح بتفتيشه هو والقنصليه السعوديه في ان واحد بحسب ما اوردت وسائل اعلام محليه وكذلك وسائل اعلام دوليه اليوم